السلام عليكم أصدقائي التلاميذ المستوى الخامس ابتدائي، معكم نص مسترسل أستعد للقراءة. أحدث صديقي أو صديقتي عن شخص أعرفه يعيش في المهجر، استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا، يعني عايش في أوروبا ولا في دولة خارج المغرب. ألاحظ أتوقع مضمون النص انطلاقا من العنوان والصورة. ألاحظ هنا شخصا يمارس مهنة التعليم، يدرس هؤلاء الأطفال، وهنا نلاحظ نفس الشخص وهو يشتغل على سيارة لإصلاحها. إذن وهذا الماضي وهذا الحاضر، كان مدرسا فأصبح ميكانيكيا. الآن سنقرأ النص. وأريد أن أذكركم أصدقائي متتبعي القناة أن الغرض من هذا الفيديو هو فقط القراءة الصحيحة مع القليل من السرعة. الحياة لا تعرف المستحيل. في العاصمة الإسماعيلية مكناس عانق عبد الصمد بن دحّ الحياة، وبين دروبها شب وترعرع وسط أسرة يحترف صاحبها التجارة ليوفر حاجيات البيت. تمدرس في ابتدائية حي السلام قبل الوصول إلى إعدادية بن المنصف، ثم ثانوية عبد الرحمن بن زيدان التي نال فيها شهادة البكالوريا. كاين حدا سيدي بابا عبد الرحمن بن زيدان، كاين حدا سيدي بابا، كتسمع سيدي بابا، كاين حداها في الدخلة ديالها. اجتاز عبد الصمد مباراة دخول مركز التكوين المعلمين في مكناس، وجرى تعيينه أستاذا للتعليم الابتدائي بضواحي مدينة كتامة، وبها عمل موسمين دون التفريط في متابعة تعليمه العالي. يقول عبد الصمد بن دحو: العمل معلما كان أحسن تجربة في حياتي، رغم قساوة الظروف الطبيعية بالعالم القروي. وقد علمتني هذه المرحلة الاعتماد على نفسي مثلما شحذت قدرتي على التحدي. يشدد عبد الصمد على أن فكرة الهجرة لم تكن من بين مخططاته، إلى أن قصدت مجموعة من أصدقائه ألمانيا بغرض الدراسة، حينها راوده حلم التعليم العالي في هذا البلد. ويكشف عبد الصمد أن استمرار تواصله مع أصدقائه الوافدين على ألمانيا جعله عارفا بما يمكن أن يحققه، خاصة أن حلم التحول إلى مهندس لم يفارق باله بشكل نهائي. ويعلق عبد الصمد بن دحو على هذه المرحلة قائلا: كنت أعي اقترابي من منعرج مؤثر على حياتي، لكنني خلصت إلى كون صعوبات الاغتراب تهون في حق وطني. وصل عبد الصمد إلى بلد الجرمان ألمانيا، وطرح عدم التواصل باللغة الألمانية مشكلا كبيرا أمامه، لكنه بدد ذلك بإقباله على دراسة لسان دولة الاستقبال في زمن لم يتجاوز بضعة شهور. ويرى عبد الصمد أن اشتغاله في حقل التربية والتكوين بالمغرب قد دعمت اندماجه في المجتمع الألماني، لأن ضوابط التعامل مع الناس تبقى هي نفسها إن توحدت اللغة. تخطى عبد الصمد بن دحو الاختبارات التحضيرية، وحظي بالقبول في الجامعة من أجل دراسة الهندسة الصناعية على أيدي علماء بارزين في هذا المجال. وحرص خلال سنوات التكوين على مخالطة الطلبة الألمان لنيل المساعدة في فهم المحتوى من جهة، والانخراط في التنافس مع نخبة متميزة من جهة ثانية. ثم ظهر اسم عبد الصمد بن دحو بارزا بين الطلبة الممنوحين لدراسة الهندسة الميكانيكية في العاصمة الفرنسية. كأجنبي وحيد من بين الألمان الذين سيطروا على اختبار الاستحقاق، وغدا عبد الصمد بن دحو شخصا وازنا في ميدان تطوير سيارات المستقبل، بعدما أنضج شروط تحقيق ذلك معرفيا ومهنيا. ولأنه كان يحضر الإمكانية الرجوع إلى المغرب بعد اكتمال شروط دراستي بعد اكتمال دراستي
التخصص في الهندسة الميكانيكية، لكن القدر شاء استمرار عيشي في ألمانيا. القدر يعني الله سبحانه، الله قدر عليه يبقى تما، هو كان باغي يرجع ولكن الله كتب عليه يبقى تما. يقول عبد الصمد: ما أعيشه يجعلني متأكدا من غياب المستحيل. بأصول المغربية استجمعت المعرفة والخبرة للعمل مع كبار المهندسين الصناعيين في العالم، وأبتغي خدمة بلدي. لا يتردد ابن مكناس في ربط مستقبله المهني بأرض الوطن الأم، إذ يعلن أن المغرب له فضل كبير عليه بحكم التكوين الأساسي الذي جعله قادرا على التطور في الظروف الألمانية. طموح عبد الصمد يدفعه إلى المساهمة في تحويل المغرب إلى صانع للسيارات، ويرى أن اجتماع الكفاءات المغربية بالخارج يمكنه أن يخدم صناعة السيارات في المملكة المغربية انطلاقا من الإمكانيات الوطنية المتوفرة فيها. ينصح الأستاذ السابق الشابات والشبان المغاربة سواء كانوا في الوطن أو خارجه بتحديد أهدافهم قبل البحث عن طرق ملائمة لجعلها تعانق الوجود. أصدقائي التلاميذ، أدعوكم إلى الدخول إلى القناة بروفاريد وإعادة النص مرات ومرات عديدة لكي يصبح سهل المنال. وإلى اللقاء، دمتم في رعاية الله.